في تعليمات ملكية أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1441، عملية باتت تشكل موعدا سنويا يتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لا سيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وتجري عملية رمضان 1441 في ظروف خاصة نظرا لما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية. للمزيد حول هذه العملية معنا مباشرة سيدة سعاد بولويز، رئيسة مشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن. صباح الخير سيدتي، ماذا عن تفاصيل هذه العملية وما الذي يميزها عن الأعوام السابقة؟ مساء الخير ورمضان مبارك لكم جميعا ولجميع المغاربة. كما سبق وذكرتي، وعملية رمضان هي من أهم العمليات التضامنية اللي كتقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والهدف منها تبع التعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله هي تخفيف الإبء على العائلات في هذا الشهر الفضيل، بحيث أن العملية كتشمل تقديم الدعم الغذائي من المواد الأساسية للأسر والتي تعاني من الهشاشة، وذلك على الصعيد الوطني. والمستفيدين من العملية هم كما ذكرتي والأشخاص في وضعية صعبة، بخصوص الأشخاص المسنين الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة. واللي كيميز هذه السنة في هذه الظروف ظروف الطوارئ الصحية والمحاربة والجهود اللي كتبذلها السلطات الأممية للحد من انتشار كوفيد 19 هو أولا التعبئة الشاملة من أجل تخفيف الإبء على الساكنة، بحيث أن هذه السنة عرفت زيادة 100,000 أسرة في عدد المستفيدين موزعة على الصعيد الوطني. وهنا نأكد بأن معايير الاختيار ديال الأسر المستفيدة كتبقى محددة، بحيث أنه يتم أولا النظر إلى الإقليم الذي تنتمي إليه الأسرة، عدد السكان في الإقليم، واش تنتمي الأسرة للعالم القروي أو العالم الحضري. وهناك المعيار الأساسي وهو الوضعية الاجتماعية والاقتصادية اللي كتكون في وضعية الهشاشة بالنسبة للمستفيد. هذه من ناحية أنه من 500,000 بنينا هذه السنة 600,000 أسرة، أي حوالي أكثر من 3 ملايين مستفيد. والخصوصية الثانية أنه في ظل هذه الظروف ديال الطوارئ الصحية اللي فرضتها السلطات العمومية كما سبق وقلنا، كانت هناك إجراءات مشددة من أجل توزيع القفاف الغذائية. تبدأ أولا من عملية وصول المواد الغذائية إلى المخازن، بحيث أنه هناك عمل دؤوب للجان المحلية واللجان الإقليمية السلطات المحلية وطبعا مؤسسة محمد الخامس من أجل السهر على التطهير الكامل والشامل لهذا المخازن. كيتم أيضا تطهير القفف كاملة وتطهير المواد الغذائية، بالإضافة إلى أننا نأكد على عملية تطهير المواد والشاحنات المستعملة لنقل هذه المواد الغذائية، بحيث كما كتشوفوا احنا دابا كنتواجدوا بواحد المخزن اللي فيه كتواجد المواد الغذائية اللي تم التعقيم ديالها، ومن هنا غادي يتم نقلها باش تمشي لدى اللجان المحلية. ولكن هنا غادي نأكدوا على واحد الخصوصية، أن هذه العملية كلها كتتم في إطار الاحترام الصارم للإجراءات الاحترازيه والتدبيريه اللي فرضتها السلطات العموميه في هذه الظروف الاستثنائيه، بحيث ان هذا العام استثناء لن يتم توزيع القفه مباشره، بل انه غادي توصل القفه الى المستفيد حتى لداره. طيب هل هناك تحدثتم عن فئات هشاشه؟ تحدثتم عن فئات هشاشه يتم استهدافها نظرا للظرفيه الحاليه المتميزه بجائحه كورونا، هل هناك من فئات هشاشه جديده سيتم استهدافها في ظل هذه الظرفية التي نعيشها حاليا؟ كما سبق أن ذكرت، المعايير استفادة هي معايير محددة مسبقا، كتعطى الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة، بالخصوص الأشخاص المسنين، الأشخاص الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة. وهنا نأكد بأن السلطات المحلية بالتنسيق معها هما اللي كيقوموا بتحديد، على اعتبار أنهم في لقاء وفي تواصل دائم مباشر مع الساكنة، أن المستفيدين طبعا باحترام هذه المعايير يتم تحديدهم من طرف السلطات المحلية. السيدة سعاد بولويز، رئيسة مشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.